الحمد لله حتى واحد ما كان كيامن بان السير بغادي المانتين ديالها في التوقيت هذا اربعه ديال المباريات قبل نهايه الموسم، وهذا في حد ذاته انجاز كيتحسب للاعبين اللي ضحاوا طيله الموسم بعده اكراهات اللي كانوا امامهم وبينوا المحبين تاعهم بانه كيموتوا او كيشمخوا الخامس ديال السيربي. وفي حد ذاته كذلك كيتواجد او كيتوافق مع نفس الاسبوع اللي غادي نلعبوا فيه نصف النهائي، واللي كيعطينا واحد المعنويات عاليه وواحد الاريحيه باش نوجهوا هذا نصف النهائي ديال كاس الجمهوريه باش نكونوا في الموعد ونهدوا الجمهور تاعنا الانتصار وورقه ديال التاهيل للنهايه. والحمد لله كما تنقول الانسان اللي كيثق في العمل تاعو ودايرين به ستاف كومبيتون كذلك لاعبين اللي كيتفهموا العقليه تاعو كذلك كيهضموا الطريقه ديال العمل وكاينين جديه واحترافيه في العمل. من طبيعه الحال ما يمكن لك تجني الثمار ديال هذا العمل هذا، وما كانش غير الزاكي بوحده، كان جميع الفعاليات ديال السيربي اللي كتعاون واللي كتساند واللي امنت بالبروجي من الديبار ديالو. في حد ذاته كان الانسان تحسب للرئيس وتحسب للمكتب باش يعطيونا واحد التركيز عالي من ناحيه اللاعبين باش نكونوا في الموعد في المباراه ديال السبت. والتحضيرات بكل صراحه عاديه لان كنحترموا جميع الخصوم ديالنا. اللي كيهمناه في هذا الاسبوع هو رجعوا الطراوه البدنيه ديال اللاعبين، وكذلك اللي عنده دي لوتوش من ناحيه ستاف ميديكال كيخصو يقابلها وباش نهار السبت يكون كل شيء 100% ويصعبوا عليا الخيارات او لا فورماسيون اللي بغي ندخل. ولي سبورتير ما نحتاجش انا نقول لهم، لان السبورتير ديجا كيعبروا على الرغبه تاعهم بالعمل اللي دايرين في الشوارع ديال بلوزداد، كذلك كيحلموا لنا النهار ليل ونهار باش الفريق يكون في النهايه، بالعكس كيطمعوا حتى تكون السابعه ديالهم. وحنا من جهتنا كنديروا جميع المجهودات وجميع اللي في جهدنا باش السابعه تكون تاعنا. وقبل ما نحلموا بالسابعه اول حاجه عندنا السبت اللي بالعباس فريق كبير وفريق لا يسهل به وفريق اللي كيحت الاماكن الاماميه ما كيحتلهاش بالصدفه، كيحتل عن جدار واستحقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. بون ابري النتيجه اللي درناها مع النهد الحمد لله كانت بوزيتيف الحمد لله يا ربي. بون لا ريبلي جات مليحه ان شاء الله، مام الاداره نورمالمون راهم موعدونا باش يعطونا المستحقات تاعنا، سما مليحه بور لو مورال. حنا ان شاء الله مع شعب العباس عندنا نصف نهائي، ان شاء الله رانا واعيين بالمسؤوليه، ان شاء الله نزيد نوعي الانصار اللي نقول لهم هذا الماتش تاعنا وقطريا الماتش تاعهم ان شاء الله يكونوا رقم 12 ان شاء الله في الميدان. ان شاء الله اللي قبل يحبسوا 90 دقيقه يعاونونا باسكو غادي نلعبوا في استادنا، وغادي ان شاء الله هذا نصف النهائي ان شاء الله باش نروح النهائي باش نماركو ليستوار ان شاء الله. انا الحمد لله كان لي الشرف لحقت لعب زوج نهائيين وربحتهم الحمد لله، واحد مع سطيف واحد مع ليسما واحد مع ليسما. ان شاء الله يا ربي انا نقول لهم اي واحد يحلم باش يلعب النهائي لا بروف غادي يكون اعلام كبير جمهور كبير وتقعد لك في البارمارس تاعك. ثم النصيحه اللي نقولها لهم ان شاء الله نهار السبت يكونوا ان شاء الله واعيين بالمسؤوليه، وان شاء الله نديروا تو بورتو ان شاء الله باش نحققوا النهائي ان شاء الله. الحمد لله انا بصفتي كلاعب نشكر كامل اللاعبين يعني على المردود ماشي تاع مباراه ملاحه حسين داي على هذا الباركور اللي درناه هذا الموسم كامل، باسكو مالغري الصعوبات وذاك لي جوار يعني كانوا كونسيون بلاطاج تاعهم. الحمد لله هذا الفوز يعني بوكو بليس يخلينا نحضروا في اريحيه مقابله الكاس. نو ما نكذبش عليك، حنا مقابله الكاس ننتظروا فيها بلي مش راح تكون سهله. احنا مقابله الكاس هذه ماشي تسوى الموسم، بالك تسوى كارير تاع لاعب، لا فينال ماكش راح تلعب كل موسم، راح تلعب فينال، بالك تلعب فينال في حياتك. انا واعيين نتمناو من الانصار تاعنا يعني ما عندناش فيهم شك بلي المقابله هذه معولين عليهم بزاف. المقابله راح تلعب في المستطيل الاخضر ماشي كي روسيفينا في الفانيو صافي دير بلي رانا تاهلنا. نتمناو ان شاء الله من انصارنا يعاوننا 90 دقيقه ويكون ضغط ايجابي سيرتو على اللي جان هذوك باش ما يعاونوهم 90 دقيقة باش ان شاء الله يدفعوهم للامام باش نتفرحوا كيف كيف في لافان تاع الماتش ان شاء الله. نو حنا كجرمي كان عندنا مشكل مع الانصار، حنا كان توجور الالتفاف تاعهم وراء الفريق هو اللي يخلي الفريق يعود نتائج ايجابية. ممكن بالك في بعض الاحيان هم يغلطوهم، هم كانصار يحبوا الفريق يقدروا يغلطوهم. حنا جامي كلاعبين كان عندنا مشكل مع الانصار، كاين بالك فئة قليلة يغلطوهم مساكن ما على بالهمش واش كاين، بصح حنا جامي لمنا الانصار ولا جامي كان عندنا مشكل مع الانصار.
واش راه نقول لك انا بالمناسبه اليوم نظن باللي لازم يعاونوا كامل اللاعبين، كي نوليو شويه اللور لازم الانسان ما ينساش، انا كي نشوف تقولوا صالحي غلط في السياسي ما ننساوش باللي صالحي هو اللي خلانا نهار السبت راح نكونوا اليوم في ملعب 20 اوت، تسمى يعني كي نعاونوا اللاعبين كامل، نقولوا بوقاسم اخطا في مدية بصح بوقاسم جاب لنا نقطه من بلعباس، تسمى اللاعبين كامل اللي مروا بمرحله فراغ نقدروا كامل نغلطوا، نتمنى ان شاء الله الانصار يعاونوا اللاعبين كامل ماشي واحد ماشي اثنين، نعاونوا اللاعبين كامل باش ان شاء الله اوموا نتاهلوا للنهائي ومن بعد نوليو نخمموا تخميم واحد اخر ان شاء الله. لا الضغط كاين بصح ضغط ايجابي، احنا انا كاليفي في دمي فينال، الضغط بالك تاع البطوله كان اكثر من الضغط تاع الكاس، باسكو الضغط تاع البطوله هو يخليك تلعب على البقاء، كنا ب 16 نقطه الانسان بالك الناس كانت ما تشوفش، احنا كنا عايشين هذه السيتياسيون، كم كنا ب 16 نقطه لالي باش وصلنا لهذا النقاط، السما صافي دير خدمنا. مالغري كامل الصعوبات وكامل المشاكل الحمد لله بقينا واقفين وكملنا يعني المهمه تاعنا، بقات لنا بالك نقطه ولا اثنين على البقاء، بقاو لنا ربع مقابلات اللي نلعبوهم، نظن باللي دوك هذه السمانه نحضروا ان شاء الله مليح للكاس باش اوم نكونوا واجدين نهار السبت ان شاء الله. ما نكذبش عليك حنا قلت لك كلاعبين هذه السمانه كونسونطين على الماتش تاعنا، احنا ماذا بينا نتمناو تجسدوا الوعود هذه السمانه ان شاء الله باهم اللاعبين يفرحوا ونكونوا سما يعني نركزوا اليز المقابله تاعنا، وشنو قلت لك حنا المقابله هذه كنا وعدنا الانصار تاعنا باللي ما راحين نحطوا كامل الامور جانبا باش نحضروا هذه المقابله ان شاء الله، يعني هذا السبت ان شاء الله نكونوا في يومنا ونفرحوا الانصار تاعنا ان شاء الله.